بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم من الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل الأكلة الجميلة القمر اللي قدامنا دي. هنعمل النهاردة صينية سمك تحفة. تعال نشوف احنا عملنا الصينية الجميلة دي ازاي، وعملنا طبق السلطة الخطير اللي قدامنا ده، ورز صيادية. عملنا أكلة جميلة سهلة وبسيطة وسريعة، وعملناها يعني بأقل الإمكانيات، اهي زي ما احنا شايفينها قدامنا، شايفين صينية القمر اللي قدامنا دي. ما شاء الله عليها. وطبعا طبق المخلل الخطير اللي قدامنا ده. تعال نشوف السمكية بتاعتنا عاملة ايه واخبارها ايه وطعمها ولا لا. بص شايفين السمكية شكلها ايه، ما شاء الله عليه. شوفي بقى الخلطة كمان اللي احنا حاطينها في الطاجن بتاعنا بتاع السمك اهو، والرز اللي احنا حطيناه في التسبيكة. تعال دلوقتي نشوف القصة ايه. احنا عملنا ايه؟ معانا سمكتين اهو، السمكتين اللي هم اللي قدامنا دول مكاريل، دول حوالي كيلو الا ربع، والكيلو الا ربع ده هيعمل لنا الصينية الجميلة القمر دي، يعني هيأكل 6 افراد. معنا طماطم وبصل وشطه وفلفل، معنا هريسه شطه وثوم، معنا كزبره ناشفه، معنا بابريكا، معنا ملح، معنا كمون، معنا توابل سمك. الكبه بتاعتنا اول حاجه بصلايه، البصل بتاعنا هنخرط البصل بصلتين او حلوين، دول اللي هنخلص بيهم الاكله بتاعتنا كلها. وهنحط مكعب الثوم، وهنحط معلقه من هريسه الشطه، وهننزل عليها بالفلفل حامي، وهننزل عليها برضو بقرن فلفل بارد. وطبعا انتي طبعا ده باختياري بالنسبة لك انك تعملي حامي او بارد. معنا هنا هرسة الشطة ومكعب من الثوم وملح وخل وليمون، ودي الخلطة اللي احنا هنحشي بيها السمك بتاعنا. وهننزل عليها بمعلقة من البابريكا، وهننزل عليها بمعلقة من الكمون، ومعلقة كمان من توابل السمك والكزبرة الناشفة. طبعا السمك بتاعنا غاسلينه ونقعينه وعاملين له محلول النقع بتاعه، وجاهز على ان احنا نشتغل فيه على طول. كده خلاص التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك معانا هي جاهزة، وعملنا برضو البصل اللي احنا هنعمل بيه الرز الصيادية، وهنكمل بيه بقية الاكل بتاعنا. كده خلاص كده تمام، كل حاجة معانا جاهزة اهي على ان احنا نشتغل في السمك بتاعنا. هنمسك كل سمكية كده نقطعها 3، وانا بحب افتح السمكية كده بحيث انها احمرها من الوشين، من الوش ومن الظهر، وتبقى بقى ناشفة من بره كده وجوسي كده من جوه، بتبقى في منتهى الروعة. بعد ما قطعناه اهو هنيجي نحشيه. طبعا كلنا بنعرف نملح السمك بتاعنا ونحشيه اهو زي ما احنا شايفين، هتتبليه بقى كله كده. ودلوقتي تشوفي لما احنا هنحمره كده وهو مفتوح هيبقى معانا في منتهى الجمال، هيبقى متحمر بقى معاكي واللون الذهبي الجميل ده، وهيبقى مستوي من كل ناحية. معانا هنا الدقيق، هنبهر الدقيق بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين، هنحط له كمون، نحط له توابل سمك، نحط له بابريكا، حط له برضو معلقة من الكركم، وطبعا هنحط ملح. كده بهرنا الدقيق بتاعنا، وبعد كده هننزل بقى بالسمك بتاعنا، نبدره كده في الدقيق بتاعه اهو زي ما احنا شايفين. الموضوع كله مش هياخد في ايدينا وقت اهو، لغاية ما نخلص طبعا الكمية بتاعتنا. احنا معانا السمكتين بتوعنا قطعناهم ل6 قطع، معنا زيت على النار سخن اهو، نزلنا بالسمك بتاعنا اهو زي ما انت شايفة كده. هاد دلوقتي تشوفي السمك هيطلع لونه ذهبي في منتهى الروعة. مع
معانا بقى حل على النار، هننقل طبعا السمك على عين تانية، معانا حل على النار وهننزل فيها بجزء من البصل اللي عليه فلفل وعليه هرسة الشطة، هنعمل بقى ايه البصلاية اللي احنا هنعمل فيه البصل، قصدي اللي هنعمل فيه الرز الصيادية بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. هنسيبه بقى يتحمر كده على النار، البصل مع الثوم مع الفلفل مع كل يعني كل التتبيلة اللي احنا حطيناها دي مع بعضها، بس هتاكلي طبق رز صيادية تحفة. شايفه السمكه بتاعتنا شكلها ايه؟ شايفه لونها؟ شايفه لونها ذهبي ازاي وجميله ما شاء الله عليها اهي زي ما انت شايفه. هننزل بقى بقيه السمك بتاعنا، اهو زي ما احنا شايفين. شايفه السمكه شكلها ايه؟ شايفه لونه ذهبي وجميل ازاي؟ وكده خلصنا السمك بتاعنا وحمرناه طبعا على الوش والظهر، وطبعا السمك طالع معانا ما شاء الله عليه. هنا بقى البصله بتاعتنا خلاص اتحمرت اهي، وهننزل بقى ايه، انا عامله 3 كوبايات من الرز، هنزل عليهم 3 كوبايات من الميه المغليه اهي زي ما احنا شايفين، وطبعا هتظبطي الملح بتاعك، وانا طبعا غسله الرز ومصفياه، وكده هيبقى الرز بتاعنا كمان خلاص خلص. اظن مفيش اسهل من كده. ادي الرز بتاعنا اهو، هنسيبه بقى على العين يتشرب، وهنبتدي نعمل التسبيكه بتاعت السمك. طبعا الزيت اللي انا حطيته ده اللي انا لسه قاليه فيه السمك، طبعا احنا مش هنرميه، احنا لسه عاملينه للسمك. هننزل بقى ببقية البصل والثوم والفلفل الأخضر والشطة وهرسة الشطة، وهننزل بيه ايه في الطاجن بتاعنا، وهنشوحه على النار. هنا عندنا في الكب بتاعتنا حوالي 3 طماطميات اهم معانا، يعني حوالي 4 طماطميات صغيرين اهمت، وقرن من الفلفل، وهنضربهم كويس. واول ما البصل والثوم يبقى لونه ذهبي قدامك كده زي ما انت شايفاه، بتنزل عليه بالايه بالطماطم اللي انت ضربتيها، 4 طماطميات صغيرين. يعني انت بتعملي الحاجات دي على القد بالظبط، بحيث ما تهدريش لا طماطم ولا فلفل. احنا شايفين الدنيا عامله ازاي، ولازم نبقى ايه يعني في تدبير شويه، وان احنا ناخد بالنا من كل حاجه بنعملها. ادي السمك بتاعنا اهو ما شاء الله عليه، منور اهو ذهبي وشكله في منتهى الروعه. ادي التسبيكه بتاعتنا اهي، وادي الرز اهو بيتشرب خلاص، هنوطي عليه اهو. كده خلاص الرز خلاص كده، احنا هنوطي عليه النار وهنسيبه بقى يتشرب. وهنا هنحط الملح بقى للتسبيكة بتاعت السمك. ودلوقتي تعالي بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. حطينا كده الملح بتاعنا، وطبعا هي فيها التوابل بتاعتها كلها، وهغسلين بقى احنا حوالي يعني 1/2 كوباية من الرز، وهننزل بيها في التسبيكة اللي قدامنا دي. اول ما تغلي هننزل بالرز بتاعنا فيها، اول ما غليت قدامنا اهي 1/2 كوباية الرز دي احنا غسلينها ومصفيها. دي بقى مش هقول لك هتخلي التسبيكه دي تحفه، والرز اللي جواها ده هتاكليه قبل ما تاكلي الرز الصياديه اهي قدامنا اهي. خلاص الرز بتاعنا اللي فيها استوى اهو زي ما انت شايف اهو ما شاء الله عليه. بعد كده هننزل بقى بالسمك بتاعنا، شايفه لون السمك؟ شايفه شكله؟ وشوفي بقى السمكة لما بتتحمر وهي مفتوحة أحلى مليون مرة ما بتعمليها وهي مقفولة، بتبقى مش مستوية قوي، وما يعني ما بيبقاش طعمها في يعني حلوة قوي كده زي ما انت شايفة. وبتبقى بقى دي بقى ما شاء الله عليها مقرمشة كده من بره وجوسي كده من جوه، جميلة جميلة جميلة. خلاص كده هتغلي غلوة، وهناخدها بعد كده هنحطها في الفرن تاخد وش، وهي والله مش محتاجة. يعني ادي الاكلة بتاعتنا خلصت،
ما أخدتش مننا وقت ولا مجهود ولا هدرنا حاجة، وعملنا أكلة جميلة سهلة وبسيطة وسريعة. شايفة طبق السلطة ده؟ ما شاء الله عليه. هيتكلم. احنا عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البق، لازم يكون اكل الشكل اكلك حلو وجميل وتقدميه بطريقة كويسة عشان ولادك يفرحوا بيكي ويحبوا ياكلوا اي حاجة تعمليها لهم. بصي شايفة صينية السمك شكلها ايه؟ هتتكلم. ما شاء الله عليه. يعني هما لو ما بيحبوش السمك هياكلوا. اهو زي ما احنا شايفينه، ده طبق المخلل الخطير. تعال نشوف السمكية برضو عاملة ايه، مستوية ولا لا. اهي زي ما انت شايفة السمك ما شاء الله عليه في منتهى الجمال، والطماطم بقى اللي هي التسبيكة بتاعته. شايفة الرز؟ شايفة مستوي ازاي؟ اكلة جميلة سهلة وبسيطة وسريعة وبألف هنا. شوفي